هذا وقد شهد القطاع الصحي في مصر خلال 2022 العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة. جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية. القطاع الصحي في مصر شهد خلال عام 2022 العديد من الإنجازات التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة في ضوء التوجيهات الرئاسية لبناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية. خلال عام 2022 تواصل تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة والتي وفرت كشفاً وعلاجاً مجانياً للمواطنين وساعدت في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمواطن. وفي إطار سعي الدولة للوصول إلى جيل صحي خال من الأمراض، تم خلال عام 2022 فحص 214,000 مولود ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة وتحت شعار 100 مليون صحة. تم خلال عام 2022 فحص 754,385 طالباً وذلك في مختلف مدارس الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، كما تم فحص 1,200,000 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وذلك لطلاب الصف الأول الإعدادي. وفي إطار الاهتمام بالمواطن، تم خلال عام 2022 إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة. وتسعى الدولة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل إلى إنشاء نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة بتحمل أعبائه عن غير القادرين بهدف خفض معدلات المرض وتوفير الحماية العلاجية لجميع المواطنين. وفي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الست، بورسعيد والإسماعيلية والأقصر والسويس وأسوان وجنوب سيناء، تم خلال عام 2022 تقديم أكثر من 17.5 مليون خدمة طبية وعلاجية وذلك لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، منها أكثر من 5 ملايين فحص معملي وأشعة وأكثر من 270,000 عملية وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، إضافة إلى 2.3 مليون فحص طبي شامل.